الكابتن الخطيب في هذا اليوم المضغوط امبارح واللي امتد الحقيقه رغم كل هذه الظروف اللي انا قلت لحضراتكم عليها، انه سافر مع الفريق عشان يقيم معاه في معسكره في الاسكندريه استعدادا لمباراه الترجي. في كلام الكابتن الخطيب مع اللعيبه والجهاز الفني زي ما قلت لكم طالب بان كل واحد يقوم بدوره تجاه النادي الاهلي. دي لحظه لا ينفع فيها الا التحدي. حتى لما كلم اللعيبه كلمهم على روح الفانيلا الحمراء وازاي يقدروا فعلا يتجاوزوا هذه الظروف، وقال انه اي كلام يتحدث عن سلبيات دي امور مؤجله جدا. فكره الجهاز الفني وفكره الكابتن حسام البدري وفكره اللاعبين كل ده من ثوابت النادي الاهلي لا يناقش الا بعد انتهاء الموسم. مفيش حد في النادي الاهلي بيقيم تجربه وبيقيم عمل لجهاز والفريق وعنده ارتباطات بكره. ده لا يحدث ابدا في النادي الاهلي. وقت ما تنتهي الامور في كل وقت بتدرس وتتقيم من خلال رؤيه خبيره، من خلال رؤيه مختصه، من خلال رؤيه امينه على مصلحه النادي ومستقبله. بتتقيم الامور في وقتها بهذا الاطار. لكن الان كل الدعم، كل المسانده، كل الثقه في اللعيبه والجهاز الفني. لهم كل المسانده علشان الفريق يقدر باذن الله تعالى يسعد جماهيره ويحقق طموحاته. ايضا الكلام على وحده الفريق مع الجمهور، وده الدور المهم جدا. وما اعتقدش نجم جماهير كبير بحجم محمود الخطيب اتصنعت شعبيته وقيمته من حب الجماهير ليه. لا يتغافل ابدا عن دور الجمهور في هذه المرحله. بس كمان الجمهور لازم أن الامور تبقى واضحه عنده في المنحى الايجابي، خاصه في ظروف السوشيال ميديا وظروف الوسائط الإعلامية الكتيرة جدا اللي خلت الوضع دلوقتي يختلف عن زمان.